السلام عليكم واهلا بيكم، معاكم اسامه رستم. النهارده جايب لك تطبيق هيفيدك جدا. التطبيق عباره عن تنظيف الذاكره العشوائيه اللي هي الرام. ده هيحل لكل الناس اللي عندها مشكله الايفون، لو علق معاك، الايفون بيسخن، حاسس ان الايفون معاك مش مظبوط والتطبيقات بتهنج والكلام ده. طبعا ده قليل جدا ونادر ما يحصل، ولكن التطبيق ده وظيفته لما تضغط على ضغطه زر واحده بينضف لك الذاكره العشوائيه من كل التحميلات اللي موجوده على الرام. التطبيق عندك اسمه سي بي يو اكس. التطبيق ده كان بفلوس، بعد كده رجع تاني بقى مجاني، وفي ناس كمان كانت بتدور عليه فترة كبيرة جدا على الاب ستور ولقوا ان التطبيق اتحذف، ولكن بصراحة رجع بشكل قوي وممتاز جدا. دي واجهة البرنامج زي ما انت شايف، هو عبارة عن معلومات كاملة للفون بتاعك من البروسيسور والميموري والشاشة، وكمان تقدر تعمل تيست على النتورك او الشبكة بتاعتك وكمان البطارية بتاعتك. هتلاقي عندك كلمة ميموري او الذاكرة، لو ضغطت عليها هتلاقي الميموري بتاعتك بكل المعلومات المختصة للذاكرة العشوائية في فونك. هتلاقي مكتوب فري اب، ودي كانت الميزة اللي موجودة في التطبيق اللي هو المسح العادي. بعد كده ضافوا ايقونة اسمها ديبث فري، ودي ان التنظيف يكون بعمق للذاكرة العشوائية. تعالوا مع بعض نجرب. ده الفري اب بيقول لك اوبتمايزنج ميموري، يعني تحسين الذاكرة. هنا بيقول لك ان هو مسح 183 ميجا كانوا معلقين في الذاكرة. ولو جربت التنظيف العميق، هنا بيقول لك تحسين عميق للذاكرة. زي ما انت شايف هنا الرقم اعلى 453 ميجا قدر اللي هو يمسحهم من الذاكرة العشوائية. هتسألني سؤال وتقول لي الموضوع ده فعلا حقيقي ولا الارقام دي مجرد ارقام عشوائية ومش مظبوطة. بصراحة انا التطبيق ده جربته كتير جدا، وفعلا كان بيحصل عندي شوية مشاكل بعد تحديث الاي او اس 17، وكنت دايما بجربه وبستخدمه. التطبيق مش اي كلام، لا التطبيق فعلا بينظف الذاكرة العشوائية والرام. وبرضو لو نزلت تحت هتلاقي عندك الستوريج، لو دخلت عليه هتلاقي كمان كل المعلومات الكاملة عن الستوريج المستخدم والمتاح حاليا، وكمان عندك فيه بوصلة لو انت حابب تستخدمها، وهتلاقي كمان السبيد تيست لو انت عايز تشوف سرعة الانترنت عندك. زي ما انت شايف هنا بيقدر كمان يقول لك سرعة الرفع للملفات سرعتها قد ايه، وكمان سرعة التحميل بتكون قد ايه. وكمان في ميزة مهمة جدا هي الفلوتنج بابل، تقدر تشوف الفريم ريت بتاعك قد ايه، تختار الفريم ريت وبعد كده ترجع ورا وتعمل ستارت. هتلاقي عندك الشاشة الصغيرة اللي اترفعت فوق دي لو انت مثلا بتلعب بابجي او بتلعب اي العاب قوية وحابب تشوف ارقام الفريمات وانت بتلعب. وكمان من المميزات الجميلة جدا اللي انت عندك مسطرة في التطبيق، تقدر تستخدمها عندك بالسنتيمتر وكمان عندك بالانش. بصراحة تطبيق ممتاز جدا وانا بستخدمه بشكل يومي، حبيت ان انا اعرفك عليه، وصدقني هتستفاد كتير قوي من التطبيق. وفي النهاية صديقي ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة، وادخل عندي على المحتويات اللي فاتت اكيد هتستفيد. شكرا ليكم واشوفكم على خير، اللي جاي كتير. سلام.